مقتنيات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هي كل ما كان يملكه النبي من أغراض وحاجيات وصيوف ورماح ودروع وغيرها، ولكننا في فيديو اليوم سنتحدث عن سيوف النبي التي يقال عنها إنها 11 سيف، بينما هناك من يقول ويؤكد أنها 9. فهيا بنا لنتعرف على اسم كل سيف وشكله وقصته ومكان تواجده الآن. السيف الأول وهو السيف المأثور. يرجح أن هذا السيف هو أول سيف امتلكه النبي، ورثه عن والده في مكة قبل أن يبعث بالنبوة. طول السيف مع المقبض 99 سنتيمتر. المقبض من الذهب، وعند الجزء الأعلى منه طرفان ملتويان، وهو مرصع بالزمرد والفيروز، وكتب على النصل عبد الله بن عبد المطلب. وقد أعطى النبي هذا السيف وعدة حربية أخرى لعلي بن أبي طالب، والسيف موجود اليوم في متحف توبكابي في اسطنبول. السيف الثاني السيف البتار، ويسمى أيضا سيف الأنبياء لأنه كتب عليه أسماء الأنبياء داود وسليمان وموسى وهارون وإليسع ويحيى وعيسى ومحمد. تعود قصة السيف إلى النبي داود الذي يقال إنه غنم وهو لم يتجاوز 20 من عمره حين قام بقطع رأس جالوت الذي كان صاحبه الأصلي، وقد غنمه النبي محمد من بني قينقاع يهودي يثرب. السيف غمده أسود والجزء العلوي منه نحاسي ويبلغ طوله 101 سنتيمتر. وكما يقول البعض فإن هذا السيف سيعود لظهور مع النبي عيسى حين يعود للأرض لقتل الأعور الدجال. السيف الثالث السيف الحتف. السيف هذا صنعه النبي داود وهو يشبه البتار ولكنه أكبر منه، وهو يعتبر أثقل السيوف التي امتلكها النبي محمد. غنم الرسول هذا السيف أيضا من يهودي يثرب بعد أن كان مع قبيلة اللاوي اليهودية. طول نصل السيف 112 سنتي وعرضه 8 سنتيمتر، وهو موجود في متحف توبكابي في اسطنبول أيضا. السيف الرابع السيف ذو الفقار. السيف الذي يعرفه الجميع والذي لا جدل حول ما إن كان من سيوف النبي، ولكن الخلاف حول شكله. فالبعض يقول إن رأسه بشفرتين، ولكن العلماء والخبراء يؤكدون أنه ليس كذلك، والنقش الموجود أعلى باب النصر في القاهرة للسيف يدعم النظرية الثانية. غنم النبي ذو الفقار في غزوة بدر، وقد أعطاه إلى علي بن أبي طالب، وتم الاحتفاظ بالسيف في أسرة علي بن أبي طالب. يقال إنه كان السيف المفضل للنبي محمد، أما طوله كاملاً فهو 104 سنتيمتر. السيف الخامس السيف الرسوب. السيف هذا بقي في أسرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه دوائر ذهبية كتب عليها جعفر الصادق. طول النصل هو 140 سنتيمتر، وهو معروض أيضا في متحف توبكاب في مدينة اسطنبول التركية. أما السيف السادس فهو السيف المخدم. هناك خلاف في الرأي حول ما إن كان هذا السيف يعود للنبي. فالرأي الأول يقول إن النبي محمد أعطاه لعلي بن أبي طالب، أما الرأي الثاني فيقول إن علي بن أبي طالب غنمه في غارة الشام، ولكن السيف هذا يعرض في متحف توبكابي على أنه من سيوف النبي. طول نصله 97 سنتيمتر. السيف السابع السيف القضيب. لم يستخدم رسول الله هذا السيف خلال الحروب، بل كان يعتمد عليه خلال السفر كوسيلة للدفاع. السيف هذا نحيف النصل وكتب عليه بالفضة لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، طوله 100 سنتيمتر. أما السيف الثامن فهو السيف العصب. أهدى سعد بن عبادة السيف هذا للنبي في غزوة أحد، فقام رسول الله بإعطاء هذا السيف لسماك بن خرشة، وذلك ليعرض قوة وصلابة الإسلام والمسلمين.
العصب يعني الحاد، وهو حالياً موجود في مسجد الحسين بن علي في العاصمة المصرية القاهرة. السيف التاسع القلعي هو السيف الثالث الذي غنمه النبي من بني قينقاع، يتميز عن غيره بتركيبة نصله وبتصميم قبضته التي يوجد في انحناء. كتب على النصل فوق القبضة: هذا السيف المشرفي لبيت محمد رسول الله. هناك خلاف حول سبب تسميته بالقلعي، بعض العلماء يقولون إنه يرتبط بموقع في سوريا أو الهند، والبعض الآخر يقول إن التسمية ترتبط بالصفيح أو القصدير. بعض المصادر تشير إلى أن السيف كان لجد النبي الذي عثر عليه خلال بحثه عن زمزم، يبلغ طوله 114 سنتيمتر.